مرحبا، اليوم سنتعرف على معنى كلمة عرب. ماذا تعني كلمة عرب؟ Arab nation of people grew up in the Arabian Peninsula. The origin of the meaning of the word Arabs means net severe water flow. They were reputed to be the people of eloquence. العرب أمة من الناس نشأت في شبه الجزيرة العربية. أما أصمعنا كلمة العرب فيعني الماء الصافي شديد الجريان. وقد اشتهر العرب بأنهم أهل الفصاحة والبيان، ولذا سموا بهذا الاسم.